يقول هذا السائل: ما معنى فضيلة الشيخ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ معناه واضح أن عدم صحة صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لأنها ركن في أركان الصلاة، وهذا في حق الإمام وحق المنفرد. أما المأموم فالجمهور على أن قراءة الإمام تكفي عنه، يتحملها الإمام عنه. قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا في الصلاة.